وللمزيد من التفاصيل حول اداء الاسواق العالميه ينضم الينا رئيس قسم الابحاث في مجموعه ايكويتي رائد الخضر. اهلا بك رائد. سهلا. نبدا بدايه من حديث جانيت يلين، على الرغم من الحديث المتكرر عن الحديث المتكرر طبعا عن الركود الاقتصادي في امريكا، لكنها تعيد وتكرر بان امريكا بعيده كل البعد عن هذا الركود، الى ماذا تستند؟ يعني طبعا جانيت يلين اثارت النقطه بانه الركود الاقتصادي مستبعد بشكل كبير بالنسبه للاقتصاد الامريكي، مستنده الى الارقام الاقتصاديه التي حققها الاقتصاد حتى الان. نحن نشهد انه الاقتصاد الامريكي يؤدي اداء ايجابيا على الرغم من ارتفاع اسعار الفائده وارتفاع تكاليف الاقتراض والمخاوف الكبيره التي كانت يعني تدور حول امكانيه انه يكون في عندنا انكماش او ركود في نهايه تعاملات هذا العام. حتى الان سوق العمل متماسك بشكل كبير جدا، واعتقد هذه احدى الركائز المهمه التي يركز عليها الفدرال الامريكي في تقييم الاوضاع حاليا، بالاضافه الى انه مستويات التضخم المستهدفه اقتربت بشكل كبير جدا، وبالتالي نهايه دور التجديد النقدي اصبحت وشيكه او قريبه نسبيا، وهذا يعني يحول دون ان يكون هناك رفعات كبيره في اسعار الفائده المستقبليه، وهنا يقل بشكل يعني نسبي احتماليه انه يكون في عندنا ركود او انكماش بالاقتصاد الامريكي. نحن عم نشوف ريتيل سيلز بتوقعات ايجابيه اليوم، عم نشوف نشاط تصنيعي جيد في الاقتصاد الامريكي، عم نشوف قطاع الوظائف متماسك بشكل او باخر، عم نشوف التضخم يصل الى المستهدفات، بالتالي حتى الان لا توجد قراءات واضحه تثير امكانيه الركود او الانكماش الاقتصادي، انما مخاوف على القطاع المصرفي او البنكي بنتيجه انه في عندنا اسعار فائده مرتفعه ستهدد الأعمال التجارية بارتفاع تكاليف الاقتراض في الفترة القادمة. طيب رائد، بالمقابل الدولار نراه مستمر في هذه التراجعات وما زال هناك ضغط على الدولار، إلى أين يتجه في الفترة المقبلة؟ يعني احنا شفنا الدولار الامريكي تراجع دون مستويات كمؤشر دون مستويات المئة، وهذا يعتبر يعني مايلستون مهم جدا بالنسبه لاداء الدولار الامريكي. تراجعات الدولار الامريكي لادنى مستوياته تقريبا في اكثر من شهرين، سببها الرئيسي هو انه نحن اقتربنا من موعد انتهاء التجديد السياسه النقديه، لا يوجد حاجه لرفعات اسعار الفائده، التضخم تراجع 1% خلال شهر، والمستهدفات قريبه جدا، ممكن نحن نشوفه بالقراءه القادمة قريب جدا من 2% في الشهر القادم، وهنا لا يوجد حاجة كما كان يدعي الفدرال الأمريكي أنه يستهدف وصول التضخم إلى 2%، أعتقد لا يوجد هذه الحاجة إلى رفعات أكثر في أسعار الفائدة. بدأ السوق يسعر هذا الأمر مسبقا، وبدأنا نرى عمليات بيع قوية على الدولار الأمريكي في الأسواق، ولذلك قد يشهد الدولار الأمريكي مسار هبوطي أو منخفض حتى نهاية تعاملات هذا العام. طيب بالعودة إلى جانيت يلين أيضا وحديثها، هي أشارت بأن تباطؤ النمو في الصين قد يمتد أيضا تأثيره إلى اقتصادات أخرى، ما هي الاقتصادات التي تلمح إليها جانيت يلين؟ يعني معظم الاقتصادات الآسيوية إضافة للاقتصاد الأوروبي يعتمد بشكل كبير على التبادلات التجارية التي تحدث مع الصين، والصين يعني عودتنا على معدلات نمو عند 7% وما إلى ذلك كأداء، وأعتقد كان هناك إشارات ضمنية مسبقة أنه معدلات النمو هذه ستسبب إغراق للمنتجات الصينية في الأسواق، وبالتالي يوجد نوع من حالة الركود أو الكساد المستقبلية، بالتالي كسلطات صينية هي يعني تتقبل هذه المعدلات بشكل إيجابي وجيد، وسيتمكن الاقتصاد الصيني من تحقيق نمو قريب من 5.5% بنهاية تعاملات هذا العام، وهو يعتبر إيجابي. ممكن الضغط يكون أكبر على الاقتصادات الآسيوية والاقتصاد الأوروبي على وجه التحديد، الذي يعاني من مستويات تضخم مرتفعة على الرغم من سياسات تشديد النقدي التي يتبعها، بالتالي ممكن نشوف رفعات أكثر في أسعار الفائدة، وذلك سوف يخنق النمو الاقتصادي في المنطقة الأوروبية. أعتقد الإشارة كانت واضحة إلى أن الاقتصاد الأوروبي ممكن يكون عليه ضغط أكبر بالفترة القادمة، لأنه حتى يعني سلاسل الإمداد القوية التي كنا نتوقعها من الصين ممكن أنه تواجه قلة أو انخفاض في الفترة المستقبلية. طيب رائد، بيانات الاقتصاد الكلي الصينية كما تفضلت يعني جاءت هي أضعف من المتوقع، كيف تتوقع سوف تكون استجابة سوق النفط لهذه البيانات وعلى
الطلب بشكل خاص بشكل سريع. يعني هناك تماسك نوعا ما نحن شفناه باسعار النفط على الرغم من التراجع الطفيف، عادت للارتفاع مره اخرى اسعار النفط على امال مستقبليه انه يكون في عندنا اداء افضل، وعلى امال ايضا انه في عندنا اوبك بلس التي تدعم بشكل كبير جدا ارتفاعات اكثر في اسعار النفط من خلال ممكن تخليصات اضافيه او تخفيضات اضافيه في المعروض النفطي في الفتره القادمه، وايضا امال الطلب في النصف الثاني من العام الحالي اللي ممكن يكون اعلى، وهذه الامال هي التي تحرك الاسواق فعليا اسواق النفط، اضافه لضعف الدولار الامريكي الذي يقيم سلعه النفط. نعم، اذا رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في مجموعه إكويتي، شكرا لك ولتواجدك معنا. شكرا هند.